الأصل أن المسلم يتطهر، يتوضأ في بيته، يخرج جاهزا للصلاة، لا يؤخر إلى المسجد، هذا الأولى. بنما يكم أويا كإنسان لما لو أخوي أمادة دكاتو دزنيوش لقريتو بأمادة دروا بو مزقود نقل مزقود دزنيوش بقيت. نعم، يخرج إلى الصلاة ماشيا أو راكبا. بسواريا ببي دردة شتو برو مزقود دروات. المشي أفضل. ريكردن باشترا. لكن يمشي في سكينة لا يخرج وهو يجري. بلام لسر خوي ريدكا نقبة بلو راكردن برو مزقود بروات. أو يكثر من الالتفات. يان زور ايدي وديوم بكات او يرفع الصوت في الكلام في الجوال مثلا يان دنقبر زوكات لبون منال موبايل كيدا او يكون مشمر للثوب يان جلوبرقه كي هلكات نعم فاذا وصل الى المسجد جاء اگر جيشتا مزقوت يدخل المسجد بالرجل اليمنى مع الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ببي راس